ابني اناني ما بيحبش المشاركه، مش عارف اعمل معاه ايه. حاسه ان بنتي من غير مني، هو ده ممكن؟ ابني مش اجتماعي ومش عارف اعمل معاه ايه. بنقابل مشاكل كتير في تربيه ولادنا، ساعات كتير اتعصب واضرب ولادي، هو ده صح؟ حاسس ان كل طرق العقاب مش نافعه مع الاولاد ومش عارف اعمل معاهم ايه. ابني عنيد جدا، مش بيسمع الكلام، مش عارف اعمل معاه ايه. لكن بالعلم والمعرفه هنعرف نربي ولادنا. انتظروني في برنامج فن التربيه. هذا البرنامج برعايه